وقسم يضيء القلب يا سيناء. الله. ضربت يداي إذا حرمتك شافعا، ومنعت حوضك أيها السقاء. لا تحب أكله؟ لا أحب أكله، لكن أريد أن أعتصم. إلى أين ذاهب يا بني؟ إلى جامع محمد أمين صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. إنها لغة القرآن، ألا يكفي هذا؟ السلام عليكم يا أبي، كيف حالك وما أخبارك؟ لماذا تأكل الفستق والسمسمية لوحدك؟ سامحك الله وهداك. ما شاء الله، سيارة تطير؟ كيف ذلك يا بني؟ هل تحفظ شعرا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ما شاء الله، إذا حفظت جزء عم كاملا سأشتري لك هدية جميلة جدا إن شاء الله. حقا يا أبي. نعم أبشر. شكرا لك وجزاك الله خيرا. آمين وإياكم يا بني، أبشر. ولكن ما هي الهدية؟ اتركها مفاجأة يا بني. أبشر، سأقول لك، سأشتري لك طقما من الفناجين. ما بك؟ هل أفهم منك أنها لم تعجبك؟ لا. ماذا تريد؟ أريد دراجة وساعة وهاتفا لأمي. كل هذا؟ كل هذا وأكثر. فحافظ القرآن يقرأ. صدقت وأحسنت يا بني، أبشر، بارك الله فيك.